من الأخبار المتداولة الآن عن لقاء رئيس مجلس السيادة والرئيس الوزراء الإسرائيلي، هل يعتبر حزب الأمة ما حدث يمكن أن يكون بداية خلاف ما بين المكون العسكري وهو الحرية والتغيير؟ أقول الآتي. طبعا القوى السياسية كلها سيكون عندها رأي في هذا الموضوع. أولا، السيد رئيس الوزراء الإسرائيلي ملاحق جنائيا في بلاده، كذلك هو يتخذ نهجا عنصريا بالنسبة لقيادة إسرائيل على أساس أنها دولة يهودية. في إسرائيل يوجد حوالي 1,000,000 مواطن فلسطيني، هذا يعني تجريد هؤلاء من حقوق المواطنة. ثالثا، السيد نتنياهو يتبع سياسة فيها مواجهة ورفض لكل القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية، وينتهج نهجا فيه محاولة تقنين الاستيلاء على حقوق الآخرين، وده بيعني أن هذا النهج يقفل الباب نهائيا على أي نوع من السلام العادل الشامل في حل مشكلة الشرق الأوسط. هذا يعني أن أي لقاء مع قيادة من هذا النوع لا تحقق مصلحة وطنية للسودان ولا تحقق مصلحة عربية لنا ولا مصلحة فلسطينية، وأهم من هذا كله ولا مصلحة دولية، لأن قضية الشرق الأوسط ما قضية يمكن أن يتعامل معها باستخفاف، قضية ملتهبة جدا. وأسوأ ما فيها أن كل احتقان في هذه القضية سوف يعطي مبررا كبيرا لحركات الغلو والعنف في المنطقة أيا كانت الأسباب، ده حيغذيها، حيديها مبررات. من أهم أسباب المشاكل الموجودة في العالم الآن الاحتقان الموجود بشأن القضية الفلسطينية، قضية الشرق الأوسط. هذه القضية ما لم تعالج بالعدل ستكون مصدر للغلو والتطرف ومبرر لهذا الغلو والتطرف. لهذه الأسباب مجتمعة، نحن نعتقد أن ما تم لا يمثل مصلحة وطنية للسودان ولا لأي واحدة من المكونات في إقليمنا ولا مصلحة دولية. طبعا نحن لا ندري ما كانت عليه التفاصيل في هذا اللقاء، وسنعلم إن شاء الله ما كان من تفاصيل، ولكن من حيث المبدأ التعامل مع السيد رئيس وزراء إسرائيل الحالي خط أحمر، هذا رأيي.